ازيك يا شباب؟ معاكم حلقه جديده مع اي سي تيوب جيمنج. عشان نلعب لعبه فورتنايت في لعبه روبلوكس. وبصراحه الماب دي من احلى المابات واحلى حاجه شباب. مقدمه الموسيقى اللي موجوده في لعبه فورتنايت موجوده في الاوتوبيس. يعني دلوقتي المفروض اللي راكب في الاوتوبيس لسه ما نزلتش. شوف كام اوتوبيس اوتوبيسات كتير يا جدعان. ده احنا المفروض ايه ده، كل واحد بينزل في اوتوبيس لوحده ولا ايه؟ بس حلوه الفكره دي، كل واحد ينزل في اوتوبيس لوحده. بس كان في واحد راكب معايا شكله ما دفعش ولا الاجره. صح، انا هنزل اجلده، نفتح الباراشوت بتاعنا. ايوه هو ده، هات بقى. ايوه اديله في دماغه. ايوه هيد شوت يا سلام. تعرف الاوتوبيس اول واحد يجلد العيال جوه الاوتوبيس شباب. ايوه تعالى، قبل ما تنزل وتترزمن نكون مخلصين عليك. شفته؟ خلاص الحمد لله. الاول يا شباب جلدنا اول واحد كويس. طبعا عندنا حاجات هنا مختلفه كتير. وعندنا ايه تاني هنا؟ طبعا الاوتوبيس خلينا نستكشفه شباب. لا 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 افتح الباراشوت. لا 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 افتح الباراشوت ولا هيلسح هيروح في ده. لا 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 الحماس نازل. وهي شايف في مطحنه تحت. ايوه خليك فوق العمارة. لا 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 نزلت بدماغي والله شباب. هيد شوت بس الحمد لله نزلنا سلام. هات ورده باذن الله. ايوه خليني ابني كده. استنى كده، ايه ده؟ ايه البونا؟ ايه البونا ده زعيم؟ البونا بيتكسر يا جدعان. البيت وقع على دماغه معلش. ده احنا كاننا بنينا عماره شباب في المخالف، بس العماره اتهدت. اجلد العيال دي تعالى. ده انا باذن الله هطلع الاول. هو في كام واحد في يا نهار يا شايف في عيال كتير قوي بيضربني البازوكا المفترفين. ايوه البس الباتنش. هات 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 الهوفر بول. ايه بس ايه ده بس كده؟ حرام. لا مين يخرب بيتك؟ ابني ابني بسرعه يا رب، ابني اي حاجه. ايوه اقعد كسر طيب الخشب ده. ايوه الحمد لله كده مستخبي صح. ايوه يا رب ما يشوفني بس. ايوه فين الرا؟ لا مكمل عنه ده. لا تعالى طلع البازوكا. اخ جلدني يا شباب. هنزل مره ثانيه، هركب في الاتوبيس وباذن الله هننزل ونجلده. نقول احنا مين؟ استنى هات كده. ايوه هات. لا لا الهوفر. لا يا عم سيبني. لا لا ايوه بس بس الحمد لله. انزل كده، حاول تفتح برشوت دلوقتي. ايوه لا هيطلعني بره الباب. حرام. لا لا وكنت هغرق. الحمد لله شباب لسه سليم. اوه ضربنا حته غطس بس الحمد لله طلعنا على خير. وخلينا نشوف الحاجه اللي معانا. عندنا بازوكا بس الناس بانيه كويس. مش معنى انا بقى لما اجي ابني بيحصل كده. اهو كويس البنا حلو اهو، امال ايه المشكله؟ اه ممكن عايز شويه اسمنت يا شباب. بصوا ما فيهوش اسمنت هنا. الولا باني من خشب يا شباب، بس احنا بنبني من الطوب. ايه الحكايه؟ وبص باني ازاي، باني اسطوريه. والعيال عماله تجري في بعضيها. خلينا نكسر له البيت بتاعهم. وخلينا احنا ماشيين بالمره نجمع شويه موارد عشان نروح العيال دي نظبطهم باذن الله. خلينا اوه ده احنا معانا شيلد كمان. كركر يا زعيم. ايوه سلام، ده كانها حاجه ساقعه يا شباب. اشرب الشيلد مره ثانيه. ايه ده والشيلد كده خلاص؟ هو لما يخلص تحذفه؟ اوه الورق اللي بيتزحلق ده يا ابني. انت قاعد على البحر. تعال هات بقى طلع البازوكا. ايوه عشان اعلمه الادب. تعال خد تعال. هو عايز يضربني بالبيت. تعال بيك اكس على نفسك، انا وانت هنجرد مع بعض يعني عيش هنموت سوا. اللي هو لا اوف واحد نازل لازم شباب نرحب بيه. ايوه هات بقى المسدس. تعالى انت راح فين ده؟ عايز اجيبه هيد شوت ده باذن الله. ايوه اول واحده ما جاتش. لا شافني. لا 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 ايوه اديله واحده بازوكا كده في السريع. تعالى تعالى تعالى. ايوه ابني بقى جبنا البنا الاسطوري بتاعنا. ايه ده انا فتحت الباراشوت. اوعى لا 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 استنى خد يا ولا بس كده. ابني البيت بتاعك. الله علينا لا راح فين يا عم الحيطه؟ الحيطه راحت تراك. ايه يخرب بيتك ضربت غطس شباب. لا لا يا عم انت بتستغل الحته وقعت. تعالى تعالى ابو المسدس ونخلص عليه. اوه دمه زباله يا شباب. ايوه ايه الاول يا شباب؟ لسه في الروح يخرب بيت حقه. اوه الحمد لله في بنت ثانيه بتحاول. تعالى ايوه ادي واحد كمان بالبازوكا وصلت له. ايوه تعالى تعالى. دمه خلاص يا ابو المفروض شلت له الشيلد. تعالى تحديني انا. ايوه هات ورده كويس. هو في واحد قاعد فوق مكمبر على نفسك. اوعى تقول لي في حد ورايا. لا يا شباب عايزين نبني بسرعه، نبني بسرعه اي حاجه. نبني اي حاجه. للاسف ما لناش اي حاجه، يبقى احنا لنا فرصه ثانيه. احنا ننزل ونجلد العيال. يلا ننط النطه الاسطوريه بتاعتنا. واحد اثنين ثلاثه اديله يا زعيم. الله علينا. لا 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 افتح افتح برشوت. لا 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 افتح والله قطع يا جدعان. ايوه عايزين نقف فوق العماره دي. ايوه بس كده حلو فوق الشجره دي. لا ما نقعش في البحر. ايوه بس 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 كفايه زحاليق. حلو دلوقتي شباب وصلنا مستوى كويس جدا. عايزين نحاول نطلع فوق البيت ده. ايوه الولا شافني ولا البنت دي؟ ايوه تعالى معايا البازوكا باذن الله اخلصها عليكي. وعندنا ايه تاني؟ عندنا الباراشوت هنا. خلينا نجمع طيب شويه موارد. ايوه نجمع شويه خشب. عايز ابني زي ما هم بيبنوا. هو البنا عندي مش عارف ماله. استنى كده احط شويه. ايه يا ولا تعالى هنا رايحين فين؟ يخرب يذكر حرب هنا مش هناك في البحر. نازل على طول متحمسين. خلينا طيب ننزل يا شباب. ايوه
يا رب بس ايه نقدر نركبه، احنا ركبناه فوق بس مش عارفين نركبه هنا، لو ينفع يتركب هنا عشان هنظبط العيال. بس جت لي فكره، ممكن لما احنا نموت ونتراز مره ثانيه نبقى نركبه من فوق وننزل بيه، هتبقى العيال دول تعالى هو تبقى مطحنه. انا استغلت الفرصه، تعالى تعالى اوف، واحد واقف فوق البيت عمال يضرب فيهم، ودي واحده كمان، ايوه تعالى خد يلا، استنى 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 استنى، راح فين مني؟ راح فين؟ تعالى مش هسيبك. ضربني والله، بس الحمد لله خلصنا يا شباب. خلينا نطلع بالبيك اكس عشان احنا مش معانا شوت جن. ايوه فين واحد مستخبي هنا صح؟ وراح فين؟ تعالى لله لك ولله لك، انا عمال اضرب. اوه شكله استخبى، ها جبان. استنى كده طلعنا البازوكا بتاعتي، حلو قوي، مفيش حد واقف فوق البيت. ايه ده؟ هو انا نطيت على صوصته يا شباب. بس الواحد لسه هيشرب الشيلد، تعالى لازم احنا نشربه معاك. خد يا ولد، خد خد كمان، هات البيك اكس تعالى. لا 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 يخرب بيتك، خد خد واحد كمان، استنى نشرب. كده طيرنا المفتري، ماشي احنا كده هنترز مره تانية، بس احنا جالنا الشيلد والله. طب كويس، ناخد الشيلد كده في السريع، كركر يا زعيم، وخلينا نبدا. ايوه ايوه هات بقى ده كده، يا رب بقى نركبه صح. ايوه صح كده، اوعى اوعى أو ايوه واحد اتنين اديله يا زعيم. لا راح فين يا جدعان؟ راح منين؟ لا افتح الباراشوت. ايه ده؟ اوه والله. ده انا بص ما تقولش يا عم، انا هوريك العجب النهارده. ايوه نزلت ناس ده اسطوره من غير ما افتح الباراشوت، نزلت واقف والله. هو الولد ده باين، استنى نحاول نهدور البيت بتاعه. اه يخرب بيت حظك، ايوه نطلع بالباراشوت باذن الله نجلده جارد، بحيث لو وقعنا احنا مأمنين نفسنا. هو راح فين؟ ايوه خليك بس ناخد احنا البيك اكس شباب بتاعنا، حلو قوي 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 قوي، تعال 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 اديله على قفاه. اوه والله البيك اكس قوي جدا. البيك اكس قوي جدا يا جدعان، ايه الضربه الخرافيه دي؟ من ضربتين ورا راح على طول، مع السلامه. طب ينفع نكسر له؟ بس مش اكيد هو اللي باني البتاع ده؟ اخ ما ينفعش يتكسر يا محظوظ. طب في واحد تاني باني هنا؟ وفي اتنين قاعدين بيخلصوا على بعض، انا باخد بقى البازوكا فرصتي دلوقتي. ايوه استغل الفرصه زعيم، نخش ونك. ايوه تعالى ضربه واحده الورق ده، مع السلامه كل سنه وانت طيب. ايوه ايوه لا 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 هيموتني، لا لا. انسى، لا ضربه واحده بس ما خلص عليه، عارف ده لو كسبني انا اعتزل فورتنايت زعيم. انا لا بتنتهز الفرصه، لا هات الديك اكس، لا افتح الباراشوت، اقفل الباراشوت. الباراشوت انا قلت هيعمل لي زي شيلد، ما عملش اي حاجه، الضربه برضه اخترقت الباراشوت وعرف يجلدنا مره ثانيه. طب انا عايز اجرب حاجه، لو انا جيت وقفت كده وعملت كده وبنيت، ايه هيحصل؟ ايه هيعلم شويه طوب على دماغهم؟ طب حلو نعمل لهم شويه دم. اوه استنى انا استنى، لسه ما نزلتش لسه ما نزلتش. ايوه بالبيك اكس على قرعته، كويس اديله على القرعه كمان، تعال تعال. لسه هو مش عارف يعدي، ده انت تعالى، ده انت بقى همسكك جوه الاتوبيس اجلسك جارد. خلصنا عليه يا شباب والحمد لله، احنا لغايه دلوقتي موتين سبعه. عايزين ننزل، وفي ناس في الاتوبيس اللي هناك، هو ينفع اروح الاتوبيس اللي هناك بالباراشوت بتاعي؟ اخ للاسف ما ينفعش، كنت عايز اروح اخلص عليهم، بس هنضرب بقى الغطس الاسطوري بتاعنا، وعايزين يا شباب نظبط. لا 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 الباراشوت، لا الباراشوت بيلخبط الدنيا. الولد سوسه واقف فوق البيت ده، ايوه اوه والله نزل نزل. اوه قعدت، تعال 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 تعال، لا 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 يخرب بيتك، بيلعب باحتراف الولد ده، شكله طالع الاول على نفسك، خد البازوكا طالع البيت تاني صح؟ اوه بيش بص البنا بتاعه اي كلام. اوه يا شباب شفت الضربه الاسطوريه، تعال ايوه خد. اوه خلصنا عليه، خليني اطلع بقى اشوف البيت ده، هو كان طالع فوق ازاي يا شباب؟ كان موجود قاعد فوق، كان معاه بوستات وهو نازل بالباراشوت. كان شكله باين السوسه او نازل بالباراشوت. في واحد تاني هنا معاه بازوكا، نحط احنا البونه بتاعنا الاسطوري اللي ما بيكملش يا ابني، لان محتاج شويه اسمنت خرافي. هو عندنا زي مصدات هنا حلوه قوي قوي قوي، ناقص بس نجلدهم بالبوازيك بتاعتنا. ايوه في مستخبين هنا، اديله زعيم، احنا منظرنا من فوق هيبقى اجمد كتير. خلصت على دولك كويس، خلصنا على واحد ونخلص على الثاني، تعال تعال. عضنت زي الفار، هو بيحاول يطلع، انسى تطلع المكان ده، اشيلك جلد. هنحط بقى مبنى كده في السريع عشان اي حد نحبطه لو يطلع. ينفع نحط بونه هنا يا شباب؟ لو ينفع نحط بونه هنا يبقى حاجه اسطوريه. خليني تعال 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 خط، تعال تعال لو انت كده قرب خلاص المكان ده بتاعي. خليني اقفل بقى المكان، ايوه يا سلام. بص بقى الحيطه وجمالها، ولا لو انت جيت بالباراشوت وقعت لي حاجه هخلص عليك. كويس عملنا كده السور الاولاني، ممكن نعمل سور كمان تاني هنا، حلو قوي 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 قوي، نقدر نرفع الصوره شباب. ايوه ظبطت معانا المره دي، نقدر نحط سور تاني يا رب تظبط معانا. اوه بنينا حيطه، حلو قوي كده حتتين يا شباب. بنينا كده حتتين، وممكن نبني حيطه هنا كمان. بس كده مش عارف يخش صح، لازم نضربه البازوكا الاول. ضربها السوسه، فينه ده؟ ولا بيهد البيت بتاعنا. فينه المفتري ده؟ في واحد بيضرب عليا، الله يخرب بيتك، انا ما صدقت ابني. كويس ماشي، كمل بيت البونه بتاعنا، نعمل هنا زي تامينات شباب. لا 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 يا مفتري تعال، هو ماسك البيك اكس. لا 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 ما تجلدنيش، ايوه ناخد تعال 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 تعال. في واحد تاني
واحد انتهز الفرصة يا ابو انا مبني راح جلدنا كلنا خلص علينا. يخرب بيت حظك انزل مرة تانية. ايوه النزلة الاسطورية بتاعتنا وهننزل بقى المرة دي على البتاع دي. ايوه يا رب بتظبط اخ. ايوه ما نزلتش كنت عايز انزل. ينفع اطلعها؟ حلو قوي واطلع يا زعيم كويس. نطلع بقى هنا وباذن الله ناخد لنا ساتر فوق وباذن الله بالبوازيك يا شباب اكيد في حد فوق. خلينا محضر البيك اكس على دماغه على طول. هو فين؟ مفيش حد. كويس هنحط بقى زي بونا هنا. حلو قوي كده قفلتها في وشه اي حد هيطلع. يخرب بيتك بيضربني منين يا مجنون؟ في واحد بيضربنا يا شباب بس مش عارف. خليني استخبى في ايوه في البونا بتاعي. هو الحمد لله كده مش قادر يعمل لي حاجه. اه من تحت هو مستخبى. لا حرام عليك هو مستخبى تحت وشغال بس عايز اعرف اخترق ازاي الحديد كده. طب هات بقى الورق ابو باراشوت ده. استنى كده عايزين نحدد المكان بتاعنا. اوه حد كان بيجلدني. ايوه عايزين ننزل فين فين فين. ننزل على البيت ده على البرج ده. حلو قوي ده. تعالى رايح فين يخرب بيتك. ينفع نخش شباب؟ اوه كويس في سلم طلعني بقى على البرج ده. وهنحط لنا شويه طوب بحيث مش عايز اي حد يقرب من المكان. حط هنا شويه طوب يا زعيم. اوه ده احنا اوه ممكن نخلي المكان مليان يا شباب. طب انا اقول لكم على حاجه. انا ممكن ابني هنا. خليني بس اخد الشيلد بتاعي. وشايف اتنين توأم هنا. ايوه التوأم الملتصق واحد خلص على التاني. تعال تعال تعال. لا 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 يخرب بيتك ده الجن ده ولا ايه؟ تعال تعال دمه بقى زباله يا شباب. ايوه تعال. اوه طريق لي طريق لي طريق لي ربنا يستر. خليني ابني كده في السريع كويس. ايوه حط بنا هنا. الله عليك يطلع بقى. ايوه بيك اكس. حلو هو راح فين؟ اوه طالع. تعال تنور بيتك ومطرحك والله. ايوه على دماغه على طول. تعال ايوه شباب. اوه شلنا له شعب. خلصت عليه انا المفروض. اوه انا جايب التاني والله. اذكر فرق بيني وبين واحد بس شباب حاجه واحده بس واطلع الاول. طب حاجه كويس جدا ان احنا عاملين اداء ممتاز في فورتنايت. خلينا ابدا احط شويه. ايه ده البونه بتاعنا اختفى ليه؟ تستهبله احنا لسه عايشين ما متناش. خلينا انزل مره ثانيه واروح عشان اجلدني حوالي اتنين. استنى كده. اه والله ممكن يموتنا حوالي اتنين وباذن الله هنجيب سكور ممتاز. خلينا نجيب المسدس ونجيب الاول يا شباب. في واحد مستخبي هنا فوق صح؟ ولا ده خيال يا شباب ولا واحد بينزل بباراشوت؟ اه شكله لسه بينزل. تعالى ارحب بيه. ولا ده الاتوبيس والله مش ورا دي دبانه مش باين لها ملامح. شفت اتنين بيخلصوا على بعض هناك. اهو في واحد اهو 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 مش شايفني. استنى نجيب بقى المسدس يا رب ما حد ما شفنا تاني. ايوه تعالى. لا لا جاب جاب منين بس يا عم يا عم عايزين نجيب الترتيب والله يخرب بيتك. لا بيضربني المسدس. ايوه تعال 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 تعال. ايوه اديله. لا 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 ما فيناش من بوازيك. ها ما فيناش من بوازيك. ما تقصديش دم من بوازيك. بتاخدني على غدره في الاخر تقول لي بوازيك. ايوه اديله واحده كمان. ايوه ضربه كمان يا شباب. الله علينا موت بقى خلص يا عم. بس كده احنا المفروض جبنا 15 ولا الثاني جاب 19. شكله اللي مستخبي فوق ده شاب بس مش عايز حد يعمل لي حاجه وانا بس بخلص عليه. هو مش شايفني اصلا. ايوه المسدس يخرب بيت حظك. ايوه يا ماما شايف قاعد بيبني. ايوه طب اجيب بقى البازوكه. حلو هي البازوكه اللي هتهد البونه بتاعه هتهد على دماغه. كويس نبني هنا كمان الله علينا. هو خلينا نطلع له كده في السريع ونحضر شايف البيك اكس بتاعنا. هو اكيد الولد اللي جايب الاول. موت 20 واحد المفتري. اطلع له بقى هنا هنخلص عليه. لازم نجيب شويه ترتيب على الاقل الاول. هنحاول باذن الله او نخلينا في الترتيب الثاني نحافظ عليه. هو يا شباب مفيش سلم هنا. طلع ازاي السوسه ده وبيخلص عليا؟ يخرب بيتك بيضرب المبنى وانا لسه جوه. هو فين؟ ايوه هو فوق هنا. كويس خليني ابدا اخلص عليه. احدف له بقى من تحت البيت. مش هنسيبك مش هنسيبك هنفضل وراك لحد ما نخلص عليك. هو لسه قاعد فوق؟ لا يا شباب الحمد لله. ايوه تعال هيفوق. لا 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 يا مفتري. واحد تاني بينتقم مني. انا عملت لك ايه؟ عم اطلع للفقر اللي فوق. اضرب واحده كده. ايوه لا 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 تعالى تعالى. لا للاسف يا شباب جلدنا واحنا المفروض كده طالعين في الترتيب الكام. احنا زي ما احنا في الترتيب الثاني والولد اللي اسمه باتمان يخرب بيتك يا باتمان جايب الترتيب الاول يا شباب بس احنا عملنا اداء كويس. طبعا يا شباب انا هقفل لحد هنا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش احلى لايك وتشترك معانا في القناه لسه جديد معانا. واشوفكم مره جايه مع فيديو جديد مع اي سي تي يوب جيمنج. يلا سلام.